شو اسمك؟ قمرة. من داير بالو عليك؟ أختي. شو تساوي لك أختي؟ حممني تغسلني. تحبينها؟ أحبها. شقد؟ كومة. أنا اسمي مريم، مريم حماس شرقي. كان وعندي أخوتي عجز وأمي داريتهم 20 سنة. توفى وهالحز عندي أختي دايرة بالي عليها، وضحيت مشانهم مشان ما ينظامون لا حد يظيمهم. أحممها وأغسلها وألبسها ودايرة بالي عليها وعندي إياها بغلات روحي. والحزاني ضحيت مشانهم وضلت عندي أختي هاي هالعاجزة أحممها وألبسها، ودرويشة هي ما تقدر تدبر حالها بشي، لوني متجوزة ورايحة ما لهم حد يداريهم ويشوف لها الطلبات. الحزاني هنا المسؤولة عنها، أحممها وألبسها وعندي إياها بغلات روحي، وأني بدي الأجر، ما بدي لا جواز ولا بدي شي. الله يخلي لي إياها. وهاي أختي أكبر مني، عمرها فوق 50 سنة، مداريتها وأنا وياها قاعدين، وش بدي أساوي؟ هيك الله له أرادة، والحمد لله والشكر لله. الله أنا ومرت أخوي وأختي هاي العاجزة وبنت أخوي عيني دري تطلع من أذان الفجر لأذان العصر الساعة بليرة. إيش بدها تساوي هالليرة؟ يعني أحيانا 5 ليرات أحيانا 6 ليرات، يعني ما يجيب إلا بطين خبز، وعايشين على الله وهالسنة. مرت أخوي سلة وأني سلة، يعني ما تكفينا، يعني ما تكفي حق خبز. يروحون من طلعتها لغيبتها تروح العجية على الساعة بليرة، إيش بدها تساوي؟ يعني ما تجيب ربطة خبز بالنهار أو كيلو بندورة. طيب يا خالة، إذا انقطعنا السلل اللي عم يفوت عن طريق الحدود، شو بده يصير بحالكم؟ والله منا نضوقها، يعني ما غير الله وهالسلة، والله لا يذبحنا الجوع. يعني عايشين من الله ومن هالسلة، وجع ما تنقطع. إذا انقطع بالله حالتنا، إن الله إيش بدنا نساوي؟ إن شاء الله يا رب دخيلك، الله يفرجها علينا يا رب. يعني إذا راحت هالسلة منين بدنا نعيش؟ والله ما لنا غير الله. من أغلى شيء عندك بالدنيا؟ أختي.